بسم الله الرحمن الرحيم. زي ما اتفقنا ان شاء الله هناخد الكورس الاولاني اللي هو النتورك فاندامنتالز، علشان نبدا منه ان شاء الله نتحرك على الكورس الاستورج. الفاندامنتالز كورس مطلوب، كورس مهم ان شاء الله، كورس صغير ما هوش كبير، ما نقدرش نقول ان هو نتورك كورس كامل، بس فيه كل البيزكس ان شاء الله اللي هنحتاجها في الكورس بتاعنا. الهدف الكورس ده ايه؟ هدف الكورس ده انه يقدم لحضرتك البرنسبلز، المبادئ، والبراكتس اوف كمبيوتر نتوركينج. والسؤال، لو انا اخدت الكورس ده ان شاء الله هطلع مهندس شبكات؟ اللي جابه لا، لان الكورس ده معمول اصلا فور ديفلوبرز. فور ديفلوبرز يعني ايه؟ يعني لو حضرتك بتكتب كود او حضرتك بترن الكود بتاعك اوفر نتورك، فانت عايز تكون فاهم النتورك الكود بتاعك شغال عليها. اكزامبل بسيط قوي، وانت في البيت لو انت على اللابتوب بتاعك وبتكتب www. موقع الجامعه مثلا mu.edu.sa، والويب سايت ما فتحش معاك. علشان تعرف الويب سايت ما فتحش معاك ليه، لازم تكون فاهم كذا حاجه. تكون فاهم الاول اوبريتنج سيستم، تعرف اللابتوب بتاعك ده شغال كويس ولا لا، في مشكله ولا مش عارف ايه. وتكون فاهم نتوركس، تكون فاهم يعني ايه راوتر، يعني ايه سويتش، يعني ايه نتورك انترفيس كارد. انا دلوقتي كونكتد على، لو انت شغال مش وايرلس، شغال كيبلز بالظبط كده، وتكون عارف انت كونكتد على الانترنت ولا لا، واخد اي بي ادرس ولا لا. لما يطلع لك تحت هنا علامه تعجب صفراء على الكونكشن، العلامه دي معناها ايه؟ طب لو انا عايز اغير الاي بي ادرس اغيره ازاي؟ حلو، وهكذا. وتبقى فاهم كويس يعني ايه ابلكيشن. طبعا احنا ان شاء الله هنكتب كود، مش في الكورس دوت بس قدام شويه هنكتب كود ان شاء الله. فالكود بتاعك لو حيرن من على سيرفر الى كلاينتس، لازم تكون فاهم نتوركس. حيرن من سيرفر لكلاينتس ازاي؟ يعني وانا بتست الكود بتاعي، انا بعمل صفحه ويب، فالسؤال صفحه الويب دي اللي هيعوز يوصل لها هيوصل لها من عندي على البي سي بتاعي او اللابتوب بتاعي، ولا من عند مكان تاني؟ الاجابه اكيد من مكان تاني، صح؟ اللي بيني وبين المكان التاني مين؟ هي نتورك. فانا ان شاء الله لازم اكون فاهم كويس قوي الكمبيوتر نتوركس. ان شاء الله هنتعرف على الكومبوننتس بتاعه الكمبيوتر نتوركس، اللان والوان والانترنت ابلكيشنز ان شاء الله اشهر حاجات فيهم. اريا نتورك والوان، الوايد اريا نتورك بالظبط كده، هناخدها ان شاء الله النهارده. الكورس بتاعنا أربعة تشابترز، ممكن يبقوا خمسة ان شاء الله. يعني التشابتر الاولاني النتورك فاندامنتالز ده ان شاء الله هنخلصه النهارده. التشابتر الثاني حاجه اسمها الاو اس اي موديل. التشابتر الثالث نتورك بروتوكول اند ديفايسز. والرابع تي سي بي اي بي موديل. وفي الحقيقه التي سي بي اي بي موديل هو فاريشن من الاو اس اي موديل، يعني هما الاثنين دول قريبين قوي من بعض. هو التي سي بي اي بي تعديل للاو اس اي موديل، تعديل له بالظبط كده. كورس الفاندامنتالز، كل تشابتر من دول بيتكون من مجموعه من الليسنز. ان شاء الله هنعرف النهارده الاجزاء الاساسيه من النتورك، الكلاسيفيكيشن تصنيف النتوركس، ويعني ايه نتورك ترانسميشن ميديا، الميديا يعني الحاجه اللي بيمشي عليها الباكيتس بتاعت النتورك. الاو اس اي موديل ده تشابتر 2 او موديول 2 ان شاء الله، بيتكلم عن، هناخد انترودكشن عنه ان شاء الله. هو الموديول نفسه، هو الموديل نفسه زي الموديول بالظبط، هما سبعه لايرز. اول لاير ابلكيشن، اسف، اول لاير الفيزيكال، تاني لاير داتا لينك، الثالثه النتورك، الرابعه الترانسبورت، الخامسه السيشن، السادسه البرزنتيشن، والسابعه الابلكيشن لاير. هناخدهم ان شاء الله، هنعرف كل لاير منهم بتعمل ايه بالظبط، وهنبدا نفهم ليه انا محتاج الموديل دوت، ليه بحتاج افهمه. ثالث موديول ان شاء الله بنتكلم فيه عن البروتوكولز، يعني ايه بروتوكول، مفهوم البروتوكول، كل لاير من دول وظيفتها ايه، وايه الديفايسز الموجوده عندي جوه النتورك والفروقات بينها وما بين بعضها. والموديول الرابع ان شاء الله التي سي بي اي بي، هنعرف شويه حاجات كده بسيطه بس مهمه قوي، زي الفراجمنتيشن وزي السب نيتنج ان شاء الله. نبدا على طول ما نضيعش وقت في تشابتر 1. في اخر التشابتر ده ان شاء الله حضرتك هتكون تعرف يعني ايه نتورك، وايه المميزات بتاعتها. تقدر تصنف البيزك نتورك اليمنتس، يعني اسالك سؤال بسيط، لو سالت حضرتك دلوقتي ايه الفرق بين الراوتر والسويتش، حد يقدر يقول غير ركان؟
تمام؟ لا ركان قول اجتهدت كويس بس لا قول ماشي الكونسول الجزء الاولاني ده صح هو بس اخر حته غلط اللي الكونسول دي انا هعرفه ان شاء الله مش مشكله بس برافو على الكونسول كونسول لا الكونسول كيبل لا الكونسول كيبل اللي بيشبك راوتر مع راوتر السيريال كيبل سيريال كيبل الكونسول ده اللي بياخد الكوماندز من البي سي يحطها على الراوتر هنتكلم عنهم ان شاء الله بس برافو عليك ما تقلقش في القرآن ان شاء الله الكلام دوت كله جاي بالتفصيل ما هو ده هدف الشابتر اصلا يعني وبعدين نعرف الفروقات ما بين الانواع المختلفه من النتوركس ونتعرف على الترانسميشن ميديا ماشي ايه هي الكمبيوتر نتورك كلمه نتورك سواء كانت كمبيوتر نتورك كانت سوشيال نتورك كانت هيومن نتورك كانت فايكل نتورك يعني شبكة عربيات كلمة نتورك عموما هي كولكشن اوف حاجة هي مجموعة حاجات لما قلت على الفيسبوك سوشيال نتورك لان هي شبكة تواصل اجتماعي يعني عندي مجموعة من الناس بيتواصلوا عن طريق مين الفيسبوك نفس الكلام بالضبط في الكمبيوتر نتورك هي كولكشن اوف كمبيوترز اند اذر ديفايسز هو هينفع يكون عندي في النتورك بتاعتي كمبيوترز وديفايسز تانية في وهنعرف ان شاء الله ديفايسز زي ايه هنشوف حالا ان شاء الله برينترز مثلا برافو عليك التلاجة معايا على النتورك الغسالة برواز الصور كل دول معايا على النتورك فعليا هو عبارة عن ديفايس واخد اي بي ادرس يعني له رقم برواز الصور لو معايا على النتورك فبيجيب لي الصور من على الانترنت ويغير نفسه اوتوماتيك اللي بنسميها دايناميك يعني بدل ما يبقى عندي صورة واحدة ثابتة انا بجيب برواز كبير واحط له الكيبل بتاع الانترنت حلو وهو بيداونلود صور على الانترنت ويبدا يقلب ما بينها اوتوماتيك فبدل ما كان عندي صوره ثابته بقى عندي اكتر من ايه صوره متغيره في نفس البرواز ده اكزامبل الريفريجريتور اللي هي الثلاجه لما بيكون عندي ثلاجه متوصله بالانترنت معناها ان من الموبايل بتاعي اقدر اعرف في ايه جوه الثلاجه حلو تقدر مثلا الزوجه في البيت تحط طلبات على الثلاجه تقول هات كذا وكذا وكذا وانا من الموبايل ابلكيشن بتاعي اقدر اشوف هي طالبه ايه واروح اشتري واجي او اجيبه وانا جاي في الطريق الكلام ده على فكره حقيقي مش خيال علمي يعني ال جي بتعمل الكلام ده انا مش عايز اقول ماركات عشان ما اعملش اعلانات يعني بس يعني في ماركات موجوده بتعمل الحاجات دي من زمان حلو لا انت اللي بتدخل الزوجه في البيت بتدخل اللي هي عايزاه وانت من الشغل وانت مروح تخش على الموبايل تعرف هي دخلت ايه على الثلاجه فتجيبه تشتريه اللي هو التوستر اللي هو بتحط التوست اللي هو تحط توستر ويطلع تمام انت بتقدر تشغله بالموبايل وتظبطه على الوقت اللي انت عايزه 10 ثواني 15 ثانيه يا كلام انت لان هو له اي بي فاهم قصدي التلفزيونات دلوقتي طبعا ليها اي بي من زمان التلفزيون بتدخل الجاك بتاعه اللي هو سمارت تي في بالظبط كده حلو فدي الفكره ان النتورك بقت كولكشن اوف كمبيوترز اند اذر ديفايسز اور بريفرلز وهنعرف الفرق ان شاء الله حالا هو بين ديفايس وبريفرل متوصلين مع بعض ثرو كونكتنج ميديا وفي الحقيقه التعريف ده خطير التعريف ده بيقول لك ان ده ديفايس ده ديفايس ده ديفايس ده ديفايس والبرينتر ديفايس حلو انا ما كانش قصدي كده انا كنت عايز اوضح لك ان ده ديفايس وده ديفايس ودي الكونكتنج ميديا يبقى الميديا الكونكتنج ميديا المقصود بيها الميديا اللي الباكت بتمشي عليه سواء كان وايرلس كان الهواء حلو كان بلوتوث كان انفراريد كان واي فاي بالظبط كده او كان كيبل فدي الميديا ده بما ان ده طرف النتورك اسمه اند ديفايس ده ديفايس في اخر النتورك حلو واللي في النص ده اسمه انتر كونكتنج ديفايس ده ديفايس بيوصل ديفايسز مع مين مع بعضها
كلمة peripheral device يعني ايه؟ هي كلمة قديمة شوية بس ما زالت بتستخدم لحد النهاردة. كلمة peripheral هو جزء من الكمبيوتر او device له علاقة بالكمبيوتر، زي السي دي روم، زي البرينتر، حلو، بس ما هواش مكون اساسي للكمبيوتر. هي البيزك كومبوننتس اوف كمبيوتر البروسيسور والرام، دول مالهم بيزك كومبوننتس اوف الكمبيوتر، حلو. انما السي دي روم ينفع يكون عندي كمبيوتر من غير سي دي روم؟ الاجابه اه ينفع ويشتغل عادي، صح ولا مش صح؟ ينفع. ينفع كمبيوتر من غير سكانر؟ اه ينفع طبعا اكيد، وهكذا. فالاجزاء اللي ليها علاقه بالكمبيوتر بس ما هيش مكون اساسي اسمها مين؟ اسمها peripheral device. البريفيرال ديفايس ده ممكن يكون اكسترنال زي الكيبورد، زي الماوس، زي البرينتر، زي المونيتور وهكذا، حلو، او يكون انترنال زي المودم، كارت الفاكس او كارت اللان بيتركب جوه السي بي يو. هو مصطلح قديم اللي هو البريفيرال ديفايس بس تكون انت عارفه كويس. طيب ليه بحتاج النتوركس؟ عندي تلت احتياجات اساسيه علشانها اخترعوا النتوركس. الاحتياج الاولاني الفايل شيرينج. جوه اي مؤسسه كبيره لازم اعمل فايل شيرينج. فايل شيرينج يعني ايه؟ يعني قسم الاتش ار اللي هو الهيومن ريسورسز الموارد البشريه بيعمل انترفيوز، عمل لقاء مقابلات مع ناس عشان يتوظفوا، حلو، فعايز يبعت نتائج الانترفيوز دي للمدير للمانجر. فبيعمل ايه في الحقيقه؟ المدير محتاج ان هو يدخل يشوف الفايل بتاع كل واحد من دول. فالطريقه اللي احنا بنعملها دلوقتي للاسف هي طريقه وحشه جدا، ان بمنتهى البساطه بتوع الاتش ار هيعملوا ايه؟ يعمل اتاتش للفايل ويبعته لمين؟ للمدير، صح. فالمدير لو اتش ار عمل مقابله ل 300 موظف فجاه هيبقى عنده كام ميل؟ 300 ايميل، حلو، وتلاقي الميل بتاعه مليان فايلز ملهاش اهميه. وممكن يجي له ميل من الفرع الرئيسي للشركه في مكان ما بره، حلو، الميل دوت يتوه في النص بسبب مين؟ الفايلز الكتير. فاهميه وجود الكمبيوتر نتورك ان انا اعمل فايل شيرنج. فايل شيرنج يعني ايه؟ يعني عندي البي سي هنا، حلو، البي سي دوت عليه الفايلز المفروض اعمل لها شير، وعندي النتورك بتاعتي. المانجر دخل من على البي سي بتاعه يقدر عن طريق النتورك يروح يفتح الفايلز ويبص عليها ويقول رايه فيها ويخلص. اكزامبل تاني، لو انا عايز اعمل شير لتمبلتس. يعني ايه تمبلتس؟ يعني عندي مجموعه من انا مثلا في الجامعه، حلو، وعايز اعبي نموذج اقدم بيه طلب، ماشي، فيا اما بعمل زي ما احنا عاملين في الجامعه هنا عاملين على الموقع النماذج كلها، يا اما بحط النماذج على جهاز معين وانا من جوه الجامعه بدخل على الجهاز دوت اروح على النتورك اعمل براوز واوصل للجهاز دوت واجيب من على مين النماذج اللي عايز اطبعها وهكذا. فالفايل شيرنج حاجه مهمه جدا، دي حاجة. النقطة الثانية البريفرال شيرينج، ودي حاجة أهم من الفايل شيرينج دلوقتي. إيه البريفرال شيرينج؟ مش من المنطقي إن يكون عندي كمبيوتر يكون عندي برينتر لكل كمبيوتر. أمال إيه اللي بيحصل؟ موجودين مثلا في مكتب زي ده في ثلاثة أربعة دكاترة مع بعض، ممكن أحط برينتر واحدة أوصلها بالنتورك وكله يطبع عليها بالظبط كده. حلو؟ اقتصادية دي حاجة. اقتصادية وهي عملية دلوقتي جدا. برافو عليك. وهنا عايز اسألك على حاجة. شيرنج البرينتر لو كم طريقة؟ اتنين. هي انا عارف ان هي مش وقتها بس الحتة دي مهمة قوي. دلوقتي لا مش الفكرة كده. دلوقتي انا ممكن اعمل حاجة. ممكن تبقى عندي النتورك كده، ده بي سي. دي النتورك، ده بي سي، طبعا دي نتورك حالتها صعبة شوية بس مش مشكلة، ودي البرينتر. السيناريو اللي قدامي يا اما البرينتر متوصله مع النتورك كده مباشره، يا اما البرينتر متوصله مع بي سي والبي سي واصل مع النتورك. ما خلي بالك زمان قبل ما يكون عندي برينتر ليها بورت اللي هو الان اي سي نتورك انترفيس كارد، ليها مكان يدخل فيه كابل النتورك او تكون هي اصلا وايرلس، حلو، كان ده اللي بيحصل ان عندي بي سي، البي سي هو اللي واصل مع مين؟ مع النتورك، والبي سي هو اللي بيعمل شير للبرينتر. ده السيناريو القديم. السيناريو الجديد كده، حد منكم يقدر يقول لي ايه عيوب السيناريو القديم؟ ايه عيوب السيناريو القديم؟
برافو عليك، دي اول حاجه. برافو عليك. الحاجه الثانيه، ها، محمود وذو فقار. في حاجه سهله قوي قوي، ان الموضوع طريقه التوصيل. ماشي، في حاجه سهله قوي، ان لو الراجل ده طفى البي سي وروح، ده طفى وروح كده، الناس دي كلها مالها؟ مش شايفه البرينتر اصلا، صح؟ ان وجود البرينتر في الحاله دي مرتبط بوجود مين؟ البي سي. البي سي دوت في الحاله دي، ده كان سؤالك امبارح. امبارح سالتني بتقول لي يعني ايه سيرفر وان ايه كلاينت. في الحاله دي لو انا هنا على البي سي ده وبعت امر طباعه هنا، البي سي اللي واصل بالبرينتر هو المسؤول ان هو يتكلم مع البرينتر ويطبع الملف، بقى البي سي ده سيرفر وانا بالنسبه له مين؟ كلاينت، وبيقدم لي خدمه اسمها برنت سيرفر، هو اسمها برينتر شيرنج سيرفر، ان هو بيشير البرينتر بتاعته. اسامه واضحه؟ ده كان سؤال ركان امبارح، الفرق ما بين الكلاينت والسيرفر، تمام؟ هي الكلمه دي جايه ان شاء الله تاني، بس باختصار شديد الكلاينت هو اللي بيطلب الخدمه والسيرفر هو اللي بيقدم الخدمه. انت طول الوقت انت يا اما بتطلب خدمه يا اما بتقدم خدمه، يا اما كلاينت يا اما سيرفر. لو فتحت ويب سايت انت كلاينت، لو انت شغلت موبايل ابلكيشن وموبايل ابلكيشن ده طلب داتا من مكان ما، فبقى هو كلاينت والتاني بقى سيرفر. فنفس القصه، انا هنا عايز اطبع ملف، بقيت انا مين؟ كلاينت. وبقى مين السيرفر ده؟ طبعا الكمبيوتر اللي واصل بالبرينتر، طبعا زي ما انت قلته صح، سيرفر. سيرفر، بص ان شاء الله هنضغط قوي على الموضوع دوت ان شاء الله في خلال الكورس، المصطلحات المظبوطه ان شاء الله، يعني ربنا يقدرنا ويقدركم. السيناريو ده افضل بكتير. ليه افضل؟ لان بمنتهى البساطه البرينتر دي واصله معايا على النتورك اوتوماتيك، اخذت اي بي ادرس، حلو. بس في مشكله. ايه المشكله؟ المشكله ان البرينتر دي لازم يكون ليها هاردوير وسوفت وير زياده، صح ولا مش صح؟ لازم يكون في مكان زياده لمين؟ للكيبل، ويكون عليها نظام تشغيل او اس فاهم كويس يعني ايه انترنت، يعني ايه نتورك، يعني ايه يجي لي امر مع الشبكه، يعني ايه اطبع، صح ولا مش صح؟ عشان كده تمنها ماله؟ اغلى، عشان كده بتكلف. طيب يبقى اول استخدام الفايل شيرنج، ثاني استخدام البريفرال شيرنج، ثالث استخدام السوفت وير شيرنج. يعني ايه السوفت وير شيرنج؟ بقول لك بمنتهى البساطه ان في الشركات الكبيره عندي مشكله. ايه المشكله؟ لو انا عندي شركه، خلينا كده نحاول نمسح ال، حد عنده فكره نمسح ده ازاي؟ تمام. لو انا عندي شركه، الشركه دي فيها 1000 موظف، فانا عندي 1000 بي سيز جنب بعض كده واصلين على النتورك، كل واحد منهم عايز نظام تشغيل وعايز نسخه اوفيس وعايز ما اعرفش ايه، فانا هضطر اشتري لكل واحد برنامج اوفيس وادفع فيه فلوس حلوه، حلو، للألف موظف بتاعي، لكل بي سي. الجامعه ووزاره التعليم هنا بتدفع لكل بي سي من دول لايسنس ترخيص عشان السوفت وير بتاعه، والطلب والطلاب كمان على اللابتوب بتاعه، صح؟ برافو عليك، لان هو ده صح، انا بستخدم منتج بتاع شركه، شركه بتبيعه، فهي حقها عليا انها تاخد ثمنه. مسؤول عن القصه دي؟ عارفه، هو قال اتكلم في الموضوع ده يعني. ممتاز. ف طيب ايه ميزه النتورك؟ في سوفت وير بيكون غالي ما اقدرش اشتريه بالعدد ده كله، فايه الحل؟ الحل ان كان عندي بعض السوفت وير بدل ما اشتريه لكل بي سي لوحده هحطه على سيرفر، وانا ككلاينت متوصل على النتورك مع السيرفر ده، ولما احب اعمل اكسس للسوفت وير دوت بجيبه من عند مين؟ من عند السيرفر. فبدل ما احتجت ان انا اشتري 1000 نسخه اشتريت كام نسخه؟ نسخه واحده. طبعا هي نسخه كاستمايزد، يعني معدله انها تسمح ان اكتر من حد يتوصل ايه ويشتغل عليها، بس ستيل افضل بكتير من مين؟ من الحل الاولاني، ارخص بالظبط كده، لان هو على سيرفر وكل بيتوصل عليه. فيبقى عندي ثلاث استخدامات، الفايل شيرنج، برينتر شيرنج، واسمه ايه؟ السوفت وير شيرنج. طيب ايه مكونات النتورك؟ يعني انا دلوقتي خلاص قررت ان انا هحتاج نتورك فعليا،
رحت اشتريت بي سي وعندي بي سي تاني في البيت عايز اعمل نتورك، ايه اللي محتاجه؟ محتاج حاجتين الاول، اتنين كاتيجوريز. برافو عليك. محتاج الاول هاردوير، ومحتاج مين؟ سوفت وير. نبدا الاول بالسوفت وير بمنتهى البساطه. احنا النهارده ما بقيناش بنحس باهميه وجود السوفت وير عندنا، لان باي ديفولت السوفت وير اللي بينزل عندنا بيكون بيسبورت النتوركينج. برافو عليك، بيكون جاهز بالظبط كده. ارجع بالتاريخ شويه. انا شخصيا مثلا حضرت سنه 94 ويندوز 3.11، وبعدين ويندوز 95، بعدين ويندوز 98، بعدين ويندوز ميلينيوم، لو حد فاكر ميلينيوم دي كانت قبل 2000، وبعدين 2000، وبعدين اكس بي، وبعدين بقى ايه فيستا و7 و8. حلو، و8.1 وهكذا، و10 هتنزل قريب ان شاء الله. التجريبي بتاعها نزل بتاع ويندوز 10 على الانترنت فري لو حد عايز يجربه يعني، بس ما تشتغلوش على اللابتوب بتاعك عشان ما يبوظش اللاب، اعمل فيرتشوال ماشين منه او حاجه، هتكلم عنه ان شاء الله. في الفتره دي على ايام 3.11 و95 و98 وميلينيوم، كان عندي على التوازي نسخه تانية من ويندوز اسمها ان تي، ويندوز ان تي. كان ده للمؤسسات وده للافراد. ليه كان ده للمؤسسات؟ ده للمؤسسات باختصار لان ده كان بينزل عليه سوفت وير يخليه يشتغل جوه الشركات مرتاح. من اهم السوفت وير اللي كان بينزل البروتوكولز بتاعه النتورك. يعني ايه؟ عشان كده اسمه ان تي، ان تي من نتوركينج. حلو، دول ما كانش عليهم البروتوكولز دي، فلو كنت عايز اوصل جهاز عليه ويندوز من دول على الاقل المجموعه اللي في الاول دي بالنتورك، كنت لازم اعمل انستول لسوفت وير مخصوص. هل اجزاء تضاف على الويندوز تتوصل بالانترنت؟ النهارده ما بنحسش بكده، لانك بتشتري اللابتوب بتاعك او البي سي تفتحه وتلاقي ايه الويندوز موجود بالنتورك بكلام من ده. حلو، بس انت كراجل تخصص حاسب لازم تكون فاهم كويس قوي في فرق بين الهاردوير والسوفت وير. تعال كده نشوف مع بعض السوفت وير ده موجود فين عندنا على البي سي. لو جيت هنا عملت رايت كليك، واخترت الاختيار دوت، هتلاقي ان ده النتورك انترفيس كارد اللي عندك، ده كارت الشبكه اللي عندك ان اي سي نتورك انترفيس كارد. حلو، لو عملت كده رايت كليك بروبرتيز، هتلاقي هنا مجموعه البروتوكولز الموجوده عندك انستولد اللي مخليه الويندوز قادر يتعرف على الكارت ده ويتكلم عن النتورك. هنعرفهم ان شاء الله قدام، بس يهمني قوي انك تبقى عارف ان ده بروتوكول. شوف اهو اسمه انترنت بروتوكول فيرجن 4، وفي انترنت بروتوكول فيرجن كام؟ فيرجن 6 ده الجديد، وفي فايل اند برينتر شيرنج. فاكر لما كنت قلت لك البرينتر توصلها بالبي سي؟ يعني ينفع الفقار في البيت عنده لو ما عندوش برينتر غاليه من اللي هي فيها الكيبل وكده، يقدر هو اخوه عايز يطبع، فيقدر هو بمنتهى البساطه يوصل البرينتر عنده على البي سي بتاعه وهو واصل على النتورك، واخوه يقدر يسيرش ويعمل شير للبرينتر واخوه يقدر يطبع من عنده. ينفع؟ اه ينفع، لان عندي بروتوكول، عندي سوفت وير موجود مع نظام التشغيل اسمه ايه؟ اسمه فايل اند برينتر مين؟ شيرنج. فالمجموعه دي ده السوفت وير. متفقين يا شباب؟ ده السوفت وير. طيب نرجع للسلايدز. الهاردوير، الهاردوير علشان اوصل البريفرالز اللي هي زي ممكن يبقى عندك دلوقتي ابل وسامسونج، ابل وسي جيت وسان ديسك، شركات الاستورج عامله هارد ديسك، وتوشيبا عاملين هارد ديسك وايرلس بياخد اي بي ادرس، واقدر انا اعمل باك اب للموبايل فون ديتا بتاعتي عليه اول ما اخش البيت. يعني اخش البيت حلو، حتى لو الموبايل بتاعك ابل
بتشتري كده ديفايس بتحطه في الموبايل يباك اب الداتا. يعني ايه كان دوت؟ يعني البريفرال ده الهارد ديسك. الهارد ديسك محدش يتخيل ان هو ممكن يكون جهاز مستقل بذاته. انت محتاجه عشان توصله مع الكمبيوتر، صح؟ النهارده ما عادش كده. النهارده بقى الهارد ديسك جهاز مستقل، بشتريه احطه على المكتب بتاعي، اخش البيت اوتوماتيك الموبايل بتاعي شاف الهارد ديسك، عمل باك اب على طول الداتا بتاعتي على الهارد ديسك. فاهمني؟ ده موجود، ده بيتباع. سان ديسك عاملاه، توشيبا عاملاه. ما تاخدوش كلامي على ان هو تسويق لشركه معينه، والله ابدا، يعني مش مصلحه، بس انا بقول لك ان ايه اللي بعرفه بقوله، بشير معاك النولج يعني. و خد فكره وما تشتريش، ما تستعجلش في الشراء. طيب، عشان اوصل الاثنين كمبيوترز لازم يكون عندي اصلا كمبيوتر وحاجه اوصلها، او كمبيوتر وكمبيوتر، يعني يكون عندي كمبيوترز، يكون عندي هارد ديسكس، يكون عندي برينترز، ان كان جوه الكمبيوتر او البريفرال ده لازم يكون عندي حاجه اسمها نتورك انترفيس كارد. برافو عليك، الله يفتح عليك، صح كده. الكومبوننت، وخلي بالك لو انت معاك موبايل، الموبايل ده بيتوصل بلوتوث وبيتوصل واي فاي، يبقى انت كده عندك اثنين نتورك انترفيس كاردز، واحد بلوتوث واحد واي فاي. لو عندك لابتوب بتوصل واي فاي وبالكيبل ايثرنت، فانت كده عندك اثنين كاردز، واحد ايثرنت واحد واي فاي وهكذا. فلازم يكون عندك نتورك انترفيس كارد لكل مين نوع نتورك انا عايز اتوصل عليه. يبقى عندي الكمبيوتر او الديفايس جواه النتورك انترفيس كارد، ويكون عندي كونكتنج ميديا، الحاجه اللي الباكتس هتمشي عليها. لو انا بوصل ايثرنت بتكون دي الميديا بتاعتي، ده اسمه كونكتنج ميديا بالظبط كده. لو انا شغال واي فاي بيكون الهواء بتاعي ده هو الميديا. لو انا انفراريد، حد فاكر الانفراريد ايام النوكيا زمان كنا بنلعب سنيك بالانفراريد؟ فاكر كنت اجيب الموبايل قدام الموبايل كده واقعد العب سنيك، او كنت ابعت صور الاي ار الانفراريد بالظبط كده. خليك بقى فاهم دلوقتي، الانفراريد ده كومبوننت، ده هاردوير موجود جوه الموبايل بيبعت الداتا اوفر الانفراريد اللي هي الاشعه فوق الحمراء، تمام؟ ما هو ما لحقتوش انت ايوه بالظبط، ولو اتحركت كده لو عوج كده ما يشتغلش معاك خلاص. طيب، عليكم السلام ورحمه الله وبركاته، اتفضلوا. طيب اتفضل. ايه العفو، انت اللي هتروح؟ طيب، ويكون عندي ديفايسز في النص. فاكر لما قلت لك ان ده كمبيوتر وده كمبيوتر وكانوا واصلين مع بعض هنا براوتر؟ حلو. بالمناسبه السيمبلز دي ستاندرد، السيمبلز دي ستاندرد، يعني ده الراوتر دايره وجواه الاكس، ده الراوتر السام رايح جاي، ده السويتش، برافو عليك، ده الهب بالظبط كده. هنتكلم حالا عن الفرق بين الهب والسويتش والراوتر ان شاء الله. حلو. والبريدج كان له شكل، اعتقد كان حاجه بالمنظر ده كده. طيب قول لي بقى الفرق بينهم يا ركان. قول لي الفرق بينهم ايه، بين الراوتر والسويتش والبريدج والهب. ده ما سجلتش حاجه خالص. نسيت اسجل. لا بسجل اهو، الحمد لله.